الناس اللي بيجيبون في وسائل الإعلام، يعني قبل أسبوع تقريبا أو أسبوع شوية بسمع الصباح في إذاعة اسمها المساء، دي بتاعت حسين خوجلي، اسمها المساء الصباح، كده تخليني من ما تتناول الأشخاص. يا أخي ده ما موضوعنا، موضوعنا البلد دي في كارثة، أنا بعتبرها كارثة دي والله، لأنه ده أولادنا يعني بشاهد تلفزيون. أقول ليش ما يعني أنا عمل ليش بيشوف التلفزيون، بيشوف مقاطع في الانترنت، بيحضر راديو، بيركب مواصلات بيسمع. طيب أنا أعمل شنو؟ ده واقعنا يا إخواننا. زول بيتكلم قال عن صفات الله وإنه الله في السماء، دي صفة معروفة وأي طفل صغير بيعرفها، لو سألته الله وين بيقول لك في السماء. الزول اللي بيتكلم قال الله ما في السماء، أها، وقال لو قلنا الله في السماء السماء دي يوم من الأيام بتتشقق، ربنا قال إذا السماء انشقت، قال الله بتلب يعني، الله بتلب. ده والله سمعته الساعة 7:30 صباحا كويس بتكلم في الإذاعة وعادي الناس بيسمعوا، وبعد ما انتهى من الحلقة قال وعندي برنامج في دنقلة وبرنامج وين، ده الزول اسمه لزيرك ده كويس، وبيعلن لبرامجه وقال بكرة تاني شغال ويومي شغال. أها رأيك شنو بيقول في كلام زي ده كده؟ قال ربنا قال يوم نطوي السماء كطي السجل، قال الله بتلف يعني جوا ولا شنو؟ والله بهذه العبارة الله بتلف جوا يعني. يا اخواننا الكلام ده والله ردة وكفر وخروج عن الملة. كيف تقول كلام زي ده يا اخي؟ معناها زول ده شبه الله بمخلوق، شبه الله بالمخلوق، لأنه الليلة لما أقول أنا طلعت في الطابق الفوق ده هنا، أنا ده مخلوق طلعت في الطابق الفوق، الطابق ده لو وقع أنا بقع صح؟ لأنه أنا مخلوق. لما أنت تقول لي الله في السماء يعني السماء لو وقعت الله بقع معاها وبتلب زي ما قال هو، ده معناه أنت شبهت استواء الله باستواء المخلوق. ويا أخوان أي زول بيشبه الله بالمخلوق ده كفر ولا ما كفر؟ الله بيشبه المخلوق؟ ابدا. ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن زول المشكله ما في ده، ما ده زي كتار قاعدين دجال ده مين المنتصر ومين منو ده الكتار، لكن المشكله في وسائل الاعلام بتاعتنا اللي بتنشر ليه زي ديه. دي المشكله هنا يا اخوانا، لازم ما بخافوا من الله يعني، ما متوقعين يوم من الايام أو ظانين أو متيقنين إن في يوم بتاع حساب الله بيسأل الخلائق؟ يا أخي دي ما جريمة خاصة بك، أنت لو شربت خمرة، لو زنات، لو سرقت، دي خاصة بك أنت، لكن دي جريمة أنت بترتكبها في حق شعب كامل يا أخي، في حق أمة كان فضائية وإذاعة في الدنيا أنت تقول فيها كلام زي ده وما بتخاف من الله؟ وجيب زول وتاني يجي وتاني يجي. يا اخواننا انا ارجو الرساله تصل لوسائل الاعلام ويخافوا الله ويتقوا الله في الشعب ده. انت عارف اخطر من المخدرات واخطر من البنجو اللي بيستعملوه الشباب الليله، اخطر منه الافكار الهدامه، الفكر الاخطر منه ده يا اخي، ده ضلال ده يا اخي. وشغال الوسائل دي والإذاعات بالليل شغالة. الشيخ المزمل ربنا يجزيه خير جابوه في قبل يومين، مش هو الحلقة قبل يومين كانت يوم الأربعاء في حلقة، وكانت بصراحة شديدة وبين أشياء كثيرة جدا الإعلام ده كاتمة ومبقولة. يا أخواننا إعلامنا بيفتح الباطل على مصراعيه وبيقفل الكلام أمام الحق، والباطل مفتوح على مصراعيه لحد ما انت لو جيت قلت كلمة الحق الناس يعتبروك جبت كلام غريب، يقول لك ده ما سمعنا بيه والكلام ده وين وده ما لاقانا، ما سمعت بيه لانه غبش عليك الناس في وسائل الاعلام. على اي حال لما جابوا الشيخ مزمل في الحلقه بتاعته دي، حلقه كانت طيبه ومباركه، وضح فيها حقائق عن المذاهب الصوفيه دي كلها باشكال كل الطرق الصوفيه، بين اباطيلهم وداعش والاخوان المسلمين وغيرهم من الجماعات المنتسبه للسنه. ك-
كويس وضح الحقائق وبينها بالوثائق وبالكتب. في ناس اتصلوا قالوا جزاكم الله خير، نحن عرفنا الحقيقة وفهمنا حقائق هذه الطرق. ناس عرفوا الحقيقة دي بحلقة واحدة. يا اخواننا الإعلام ده لو خلاص كده مصر يجيب الجماعة ديل عشان يكسب من وراهم، قال يفتح باب لأهل الحق. انت افتح الاثنين، ما تفتح باب الباطل وتجيب على كده، هو باب الباطل براه ممنوع. افتحوا وانا بناشدهم، اي مؤسسة قناة ولا إذاعة بتجيب الناس الدجالين ديل جيبوا أهل الحق معهم، مستعدين في أي وقت. أي زول داير يا ناظر القال الدابة ولا القال أنا عيسى بن مريم، أي زول جاهزين ناظر جيب الدابة ده. بس أفتح وسائل الإعلام يا أخي. يا أخي ما ممكن الناس يوم يسمعوا صوفية صوفية ودجالين، يوم صوفية يا أخي الدين يوم واحد يا أخي. أنت عارف بحقك بقروشك تشتري برنامج ما خلوه، في برامج تجارية ممكن تعلن فيها صابون هلا زيت ما تعرف فول بالسمسم فول بالشطة، في مش في برامج متاحة بشتري أنا بحقيه ما بيعوا لنا بحقنا ما بيعوا لنا أهراج شو بقروشنا ما بيعوا لنا يا ناس يا أخوانا. طيب البلد دي رجلنا تمشي كيف لقدام؟ كيف تمشي لقدام؟ بلدنا دي مفطسة كده ده ما بتمشي، دايرين يتفتح الإعلام ونقول كلمة الحق والشعب ده يعرف. مناظرات علنية اسمعوا في التلفزيون، مناظرة الليلة تجاني انتهى موضوعه، بكرة قادر بعد بكرة سمان يا أخي مش تحدي ولا برامج بتاعت مصارعة يا أخي، دي معرفة للحقيقة يا أخواننا. الناس تعرف الحق، جيبوا التجاني ده سيد التجانية الكبير ده قعدوه ونيلة تناقش معه كتاب وسنة، جيب دليلك تفتى 5 يوم. أنا متأكد بإذن الله تنظف البلد دي تمام، ما ريسين بتكسرهم في شنو تاني؟ جبت زعيم التجانية انتهى قدام الناس، تاني في حاجة؟ ما في شيء. أي تجاني شوف شغلته يشيل بقية ويمشي حاله طوالي، شوف لي حاجة تانية غيرها بالطريقة. عشان كده الشيخ مقبل عليه رحمة الله قال ظهرت دعوتنا بالمناظرات، تطالبهم بالمناظرة. أي دول زعيم انت أي تعال كتاب وسنة تعال ناقش، تقدر؟ ما بتقدر انت انتهيت، بتقدر تعال انزل الميدان. اللي زيرك ده نزل الميدان مع شيخنا مزمل قبل فترة في 5 دقائق، والله يا زول ده تأدب، أنا حاضرة والله تأدب 5 دقائق بس، لكن هسه شغال ببرطع في وسائل الإعلام زي ما داير بحماية وحراسة من الجماعة ناس حسين خوجل والجمال معهم. على أي حال وسائل الإعلام رسالتنا اليوم افتحوا لنا المجال زي ما فتحتوا لنا بحقنا، ما داري منكم مجاني، افتح لنا بحقنا، نجي نشتري زي الصابون هلا نشتري احنا برضو وننشر الحق والدين الخالص الصحيح من الكتاب والسنة. كويس سبحان الله الحلقة بتاع الشيخ مزمل دي قلت لهم في التلفزيون ده اظن مما الله خلق تلفزيونات السودان ما في شغل زي ده كله اظن من زمن بعانخي ما في كلام زي ده الناس سمعوه، كلام واضح يا اخي واضح، ده حق وده باطل وده الدليل عليه من الكتاب من كده. كويس المهم انا ارجو الرسالة تصلهم، ولو في زول بيقدر يوصل لهم الرسالة دي يوصلها لهم، ونحن جاهزين إن شاء الله عشان نبلغ الناس معلومة صحيحة مبنية على الكتاب والسنة. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.